بسم الله الرحمن الرحيم. ما بسم الله نبدأ، به نستعين، عليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية مباركة، تحية عطرها الماضي والأصالة هنا من هذا الميدان، تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم الذي يشهد في هذا المساء واحدا من أيام هذا المهرجان الختامي الكبير للهجن العربية الأصيلة، والذي انطلق بناء على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والرعاية الكريمة لكل تحديات الأصالة والتراث وعالم الأصائل المميز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، والذي يتشرف ميدان المرموم مع هذه اللحظات بحضوره وتشريفه الكريم هنا على أرضية هذا الميدان لتكون هذه البداية والتحديات والانطلاقات. ترحيبنا أيضا من خلال هذا الانطلاق بمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات اللجنة العربية الأصيلة، شعلة النشاط لهذه الانطلاقات والتحديات. المكتوم الذي يتابع انطلاقة هذا المساء، بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط الرئيسي الكأس المفتوح لمنافسات هذه الهجن القوية، هجن أصحاب السمو والشيوخ، هي هجن عتية بالفعل جاءت للتنافس للانطلاق للتحدي للإثارة على أرضية هذا الميدان. أسماء كبيرة، أسماء عملاقة، مؤسسات لها التاريخ والصولات والجولات، بدأت من خلال هذه اللحظات عبر شاشات القنوات التي تتابع لحظات البداية، قنوات دبي ريسنج، قناة ياسر الرياضية في تحديد لهذا المسار. ترحيبنا بكل مشاهدينا ومتابعينا وعشاق الأصالة حيث كانت هنا انطلاق الستار على هذا الشوط المثير، هذه الأسماء الكبيرة، هذه التحديات التي بدأت قوية منذ انطلاقها. الكأس المفتوح يبدأ مع هذه اللحظة هنا من الأمتار الأولى يحدده مسار انطلاقات هذه الهجن. نذهب إلى المقدمة إلى المركز الأول من خلال هذه اللحظات، همس على المركز الأول لهجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري الذي يتابع التحدي والإثارة. هناك المركز الثاني، الوثب في المركز الثاني لهجن الرئاسة والسلطان بن محمد الوهيب الذي يتابع. هنا وجود التحدي شندارة شندارة مع هجن العاصفة مع غياث الهلالي في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع متابعة للوثبة لهجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الخامس الشاهينية على خامس المراكز لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. تابع يا من تتابع، راقب هذه البداية، هذه القوة التي تنطلق هنا تحملها أخف هذه الهجن العتية، تسير بكل قوة تحمل الانطلاق، تحمل هذه اللحظات التي سنشهد في ختامها إثارة قوية من خلال هذه اللحظات. إلى شندارة، شندارة العاصفة تقود المقدمة والصدارة من خلال هذه الانطلاقات في خلال هذه البداية. غياث الهلالي أرجوك ركز، ركز مع هذا الشوط، شوط اللقاية، شوط الرئيسي، شوط أول، شوط يحمل أيضا عنوان التنافس. المركز الثاني، هناك الدخول
في ثاني المراكز ووجود همس في المركز الثاني لهجن الرئاسة محمد بن عتيد بن زيتون المهيري. يا سلام يا سلام يا بن زيتون المجازف دائما مع هذا الشعار الحمر خطر لا تزال الخطورة تحملها القوة والإثارة. المركز الثالث الشاهينية في ثالث المراكز لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما في المركز الرابع هي تعويض تعويض في هذه اللحظات هجن الرئاسة والانطلاق لمحمد بن عتيد بن زيتون المهيري. المركز الخامس تتواجد الوثبة لهجن الرئاسة مع انطلاقة سلطان بن محمد الوهيبي. هذه اللحظات شوفوا السرعات شوفوا التحديات. الله 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 الله. الشوط الأول شوط البداية 2 كيلو راقب يا من تراقب عبر الأقمار الصناعية مسار هذا الشوط وما تحمله من انطلاقات المقدمة. شنذارة شنذارة الاسم الذي يرتبط بالعاصفة منذ انطلاقها منذ بدايتها في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أداء رائع أداء التحدي والإثارة. العاصفة وهجنها تبدأ بالانطلاق الأول في هذا المسار. المركز الثاني هي وجود همس في المركز الثاني لهجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تعويض على المركز الثالث أيضا لهجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ثلاثية المقدمة نقترب من اللحظات الحاسمة نقترب من هذه الانطلاقات. روح يا الهلالي روح. الله الله الله. هذه البداية الانطلاقة الإثارة ما شاء الله تحدد المسار تنطلق من البداية تسير مع هذه اللحظة شنذارة شنذارة. 1200 1200 أعلننا الإعلان. الله يا أرض احفظي ما عليك يا أرض احفظي ما عليك. العاصفة العاصفة هبة العاصفة العاصفة الحمدانية لم تذق الهزيمة. شنذارة ما شاء الله شنذارة شنذارة المسمى الذي يحمل صاحبة التوقيت في عالم الأصايل من خلال هذه الانطلاقات. ما شاء الله في ختام الوثبة هي البطلة هي التي تحقق انتصارا آخر. التوقيت المميز 7 دقائق والثانية 1 حدث يا حدث. وشنذارة أيضا كاسين كاسين في انطلاقتي هذا الموسم ما شاء الله وتبارك الله. سلام يا حمدان سلام سلام يا فزاع سلام سلام يا ولي عهد دبي. تحية الإثارة انطلقت من البداية رسمت مسار هذه الكأس هنا تعلن مع هذه اللحظات تهانينا والناموس من خلال هذه البداية. يا سلام تهانينا إلى العاصفة وهجنها ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ما شاء الله وتبارك الله تسير تحمل القوة تنطلق. حمدان وحمدان حمدان وحمدان فزاع 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 في كل لحظة عاصفية فزاعية حمدانية. الكاس الكاس تبارك الله الكاس الكاس. ولي عهد دبي دائما كعادتي من ينطلق دائما في المقدمة ويعشق الرقم 1 في كل تحدياته. شنذارة إذن هي البطلة المتوجة. المركز الثاني حكمة في المركز الثاني لهجن العاصفة والمركز الثالث كان وجود همس لهجن الرئاسة. المركز الرابع وجود الوثبة لهجن الرئاسة. والمركز الخامس انطلاق التعويض أيضا لهجن الرئاسة. هذا هو التوقيت. هذه هي شنذارة هذه هي بطلة الكأس المفتوح. 7 دقائق 10 ثواني وجزءا من 1/1 ثانية ما شاء الله تخصص هذه الانطلاقات تخصص الكوسي في هذا السن سن اللقاية من خلال الوثبة وإضافة المرموم. شكرا العاصفة وهجنها شكرا غياث الهلالي. المركز الثاني 7 دقائق 14 ثانية
وتسع اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس ايضا ليجن العاصفه على فوز حكمه بالمركز الثاني. ما شاء الله غياث الهلالي والمركز الثالث. انطلقت هناك 7 دقائق 16 ثانيه، ثلاث اجزاء من او ثانيتين جزئين من الثانيه. هناك تهانينا والناموس لهجن الرئاسه.